الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم حلقه جديده من هذا الصباح. لقائنا معكم يوميا على شاشه النيل، الاخبار على الهواء مباشره من الان وحتى قبل العشرة بقليل. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا نمين، وصباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. طبعا مش هنوصل الناس اللي نازل، يعني كل اللبس اللي عنده يلبسه يعني. بس الحمد لله النهارده ما فيش تراب، يعني مفيش تراب قوي، اقل شويه من امبارح، وربنا ان شاء الله يعيننا جميعا. احنا جايين دلوقتي يعني لا، هو الحمد لله النهارده الطقس فيه تغير الحمد لله، تحسن احسن من الامس، حتى في ارتفاع شويه في درجات الحراره، بس هترجع الموجه تاني اعتقد بالثلاث والاربع بعده هيبقى هيرجع اضطراب تاني. ان شاء الله هتعدي يا جماعه، ان شاء الله هيعدي باذن الله. ان شاء الله زي ما هذا الصباح هيعدي النهارده معاكم، ان شاء الله يكون يوم خفيف عليكم. النهارده معانا اكتر من وقفه، واكتر من وقفه حواريه هيكون كلنا بنتابع الحمد لله فوز مصر بان هي تستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه. هناك استعدادات على الارض بتجرى على قدم وساق حتى يخرج هذا الحدث الهام بما يليق باسم مصر. مصر نظمت البطولة أكتر من مرة، حصلت على البطولة أكتر من مرة، إن شاء الله البطولة ديت هتكون شكل مختلف، حضور مختلف، ترتيبات مختلفة إن شاء الله بتشهدها كافة الملاعب المصرية في مختلف المحافظات حتى يخرج هذا العرس الإفريقي القروي بما يليق باسم مصر. أكيد إن شاء الله طبعا، وبالإضافة للحدث الرياضي الهام ده اللي إن شاء الله هنكون على أتم استعداد له. النهاردة برضو رئيس مجلس الوزراء بيتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدا بدء العمل في منطقة النهر الأخضر. بتقول يا محمد انت رحت هناك العاصمة، لسه عايز اسالك هو ايه منطقة النهر الأخضر؟ يا ريت تقول لنا شوية يعني المقصود بيه. اعتقد انا ما فيش معلومات يعني كافية عن الموضوع، بس هو دوت هيعملوا اللي ابتدوا بقى في البنية الأساسية بتاعة المسائل، المباني والإسكانات والسكن وكده. وعلى فكرة كمان اعتقد انه الجامع والمسجد الفتاح العليم والكاتدرائية يعني غيروا شكل العاصمة الإدارية يعني بشكل كبير جدا، ادوها يعني شكل مختلف وادوها حياة ورونق، ويعني حقيقي بقت مزار يعني زي ما شفنا كده. وزير الخارجية الأمريكي بيزور المسجد والكاتدرائية، فدي حاجة جميلة جدا، واكيد ان شاء الله العمل هيتواصل في العاصمة الإدارية بعد ده ان شاء الله. وبالتالي بالتأكيد يعني زي ما انت قلتي، هو اديها يعني الكاتدرائية وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم، ادوها الشكل الخارجي الشكل الدولي يعني طبعًا. اعتقد ان ده اكبر تسويق للعاصمة الإدارية الجديدة ونجاح هذا المشروع العملاق اللي بتتبناه مصر. يمكن زي ما قالت نمينا، رحت المكان هناك يعني اقسم بالله خلية نحل في مختلف انحاء العاصمة الإدارية الجديدة، شغالين بلا كلل وبلا ملل. السنة دي ان شاء الله في بعض بقى الوزارات والهيئات الحكومية هتنقل هناك، فلازم الموضوع يكون يعني اكثر حيوية، وتكون بدأت الخدمات والمرافق والطرق. طبعا احنا شايفين الطرق، شبكة الطرق رهيبة صحيح، علشان ان شاء الله تسهيل ذهاب وعودة العاملين او المواطنين او السكان من والى العاصمة الإدارية الجديدة. انا يعني اخد بس لو تسمحي لي بس يعني تحية للناس اللي شغالين هناك، يعني في الجو البرد دوت ما فيش، ما شاء الله العمل ما بيقفش، عمال مهندسين والله كلهم شغالين 24 ساعة ورديات متواصلة، ما فيش اي عمل بيقف. تحية تقدير للناس دي بجد، العمال في كل مكان في مصر حقيقي، ويقويهم لان هم دول اساس هذه اساس التطوير والتنميه والبناء في اي وطن، واساس تطوير وتنميه مصر تحديدا هو العامل المصري. احنا معانا طبعا وقفتنا الحواريه المعتاده مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، اخبار وعناوين ومنشطات جرايد النهارده ان شاء الله، وهيكون معانا طبعا الكاتب سليمان فؤاد نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه للتعليق على هذه العناوين والمنشطات. كل ده بالاضافه لوقفتنا السبت، اخبار رياضه، اخبار اقتصاد، وبالتاكيد طبعا هيكون اخبار الطقس لازم نعرف طبعا. ان شاء الله هيكون اتصال هاتف ان شاء الله بعد الفاصل. وهذا الصباح صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أول الخطوات اللي ممكن نعملها بعد العملية اللي بتحصل للرباط الصليبي، وإيه أهم الحاجات اللي بتحصل بعد العملية.
طبعا بعد اي عمليه بيحصل حاجه اسمها انفلاميشن او التهابات جوه الركبه، بيحصل سويلنج اتشاح، والرينج اوف موشن او المدى الحركي بيبقى ليميتيشن يعني محدود، والعضله الاماميه بيحصل فيها حاجه اسمها انهيبيشن يعني ما بتقدرش ان انت تعمل انقباض او انبساط، وفي نفس الوقت بتبقى مش قادر تدوس على رجليك وبتبقى ماشي بوكازين وبيبقى عندك الم جامد في الركبه. فايه اهم الخطوات اللي تقدر تتعمل في الاول عشان خاطر نتحكم في كل الحاجات اللي احنا قلناها من شويه؟ معانا كابتن محمد هنوضح عليك الكلام ده مع بعض دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي اي حد بيحصل له مشكله في الرباط الصليبي زي ما قلت من شويه، العضله دي بتبقى فيها اتروفي يعني ضمور، وفيها انهيبيشن يعني مش قادر ان هو يعمل انقباض او انبساط، وركبته بيبقى فيها سويلنج يعني ارتشاح كبير، وحركه الصابونه ديت بتبقى ليميتيشن يعني بتبقى محدوده، ومش قادر يعمل اي تانية او فرد للركبه. اهم تمرين بنقدر نعمله في الاول حاجه اسمها كوادري سيت، بنجيب زي فوطه او بنجيب مثلا كيس رمل ونحطه تحت ركبتنا بالطريقه ديت، وبنراعي ان كعب رجليه يبقى ثابت على الارض ومش رجليه لورا، واعمل سكويز او ادوس لتحت جامد بريشر جامد، واضغط عد من 1001 ل 1010 واكررها على الاقل 10 مرات، يعني بعد 10 ثواني 10 مرات. ليه 1001 لغايه 1010؟ لان لو قلت 1 2 3 4 لغايه 10 على طول مش هجيب الثانيه. بعمل سكويز او بدوس لتحت جامد وافضل ثابت اعد 10 ثواني واريح واكررها 10 مرات. ده تمرين مهم جدا لان هو بيعمل كونتراكت او بيعمل انقباض للعضله الاماميه، وفي نفس الوقت بيخلي الانهيبيشن او عدم القدره على الحركه يرجع تاني بسهوله وتبتدي العضله تشتغل ويبقى فيها اكتيفيشن او تبتدي تشتغل. ده اول تمرين. لما العضله تبتدي تتحرك شويه ويبتدي يحصل انقباض يبان في العضله، بيبتدي نعمل حاجه نبتدي نزود المقاومه اكتر من خلال حاجه اسمها ثيرا باند استك مقاومه. بنحطه بين رجلينا الاثنين. اتفضل يا محمد. نعمل هنا. التمرين دوت برضه بيبقى حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن او تمرين ثبات. تخلي مشط رجلي لورا والشده الاماميه جامد، واثبت رجلي السليمه على الارض وارفع برجلي واقاوم الاستيك لفوق، وابتدي ان انا اعمل تكرارات 10 في 3 او 10 في 4. ده برضه تمرين مهم لان هو بيعمل كونتراكت او انقباض جامد للعضله الاماميه عشان خاطر يخلي العضله ديت تبقى اكتف اكتر او تنشط اكتر، فبالتالي لما العضله تقوى شويه يخلي السويلنج او الارتشاح اللي حوالين الركبه يقل. بنراعي كذا حاجة بنعملها في أول العملية أو بعد العملية، إن إحنا بعد أي حد ما بيحصل له الارتشاح والورم أو الالتهاب اللي جوه الركبة، بنراعي إن إحنا نعمل تلج كل ساعتين 10 دقايق خاصة بعد ما بنفك الغرز ونتأكد إن الجرح التئم خلاص. تاني حاجة بيرفع ركبته أو رجليه فوق حاجة عالية كل ساعة مثلا لمدة ربع ساعة عشان خاطر يقلل السويلنج اللي هو ضد الجاذبية أو عكس اتجاه الجاذبية. رقم ثلاثة لازم إن إحنا في البيت نعمل حركة موبيلتي أو حركة للصابونة يمين وشمال وفوق وتحت باستمرار عشان خاطر نخلي الباتيلا او الصابونه ترجع لوضعها الطبيعي، فده هيساعدنا اكتر في عمليه التني والفرد بصوره كبيره. ان شاء الله الحلقات الجايه هنوضح اهم التمارين اللي ممكن نعملها للتني، واهم التمارين اللي ممكن نعملها للفرد، ولما المدى يزيد شويه ايه اللي ممكن نقدر نعمله، وان شاء الله ازاي نقدر نقوي الكور الجذع والجليسيوس الاليا. اشوفكم ان شاء الله على خير الحلقه الجايه ونوضح مع بعض اهم التمارين اللي ممكن نعملها مع بعض. السلام عليكم. من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، هنبتدي معاكم متابعتنا الاخباريه طبعا بالتعرف على احوال الجو. معانا دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه، اهلا بيكي دكتوره ايمان. اهلا بيكي استاذه نرمين واهلا بكل الساده المشاهدين. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير استاذ محمد. احنا ما كناش متفقين على كده يا دكتوره. يعني اتفقنا على الشتاء بس مش بالشكل ده يا دكتوره ولا ايه؟ هيبقى تراب بس مش قوي مش كده. لا احنا قايلين تراب يصل لحد العاصفه يعني. احنا وصلت الرساله يا دكتوره، وصلت الرساله خلاص. هو طبعا بطمن كل الساده المشاهدين النهارده هيكون اهدى من امبارح نسبيا، يعني هيبقى فيه هدوء الى حد ما في سرعات الرياح، هيبقى فيه نشاط لكن مش بنفس حده النشاط اللي شاهدناه امبارح والاتربه اللي شاهدناها امبارح، لكن ما زال طبعا في نشاط رياح مثير للرمال والاتربه على بعض المناطق. ايضا ما زالت درجات الحراره اقل من المعدل بحوالي من 3 ل 4 درجات مئويه،
ما زال في فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا، ممكن تصل خفيفة إلى القاهرة. طبعا أمس كان في أمطار شهدناها على السواحل الشمالية، اسكندرية، مطروح، بلطيم، كفر الشيخ، يعني بعض المناطق شهدت أمطار أمس. اليوم أيضا مستمر فرص سقوط الأمطار على معظم هذه المناطق وممكن توصل خفيفة جدا إلى القاهرة، ومستمر نشاط الرياح. بداية من غدا الثلاثاء والأربعاء هتعود شدة نشاط الرياح والعواصف الترابية مرة أخرى زي اللي شاهدناها أمس. يعني بكرة، يعني النهاردة نريح شوية لكن هنرجع تاني بكرة وبعده الثلاث والأربعاء، هنرجع تاني العواصف الترابية ونشاط الرياح، ومازال معنا انخفاض الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع. طيب بس دكتورة إيمان، العواصف الترابية دي هل هي شيء مألوف في الوقت دوت في الشتاء في هذه الأيام، ولا دي كانت السنة دي لسبب ما يعني مختلف؟ لا، هو طبعا وارد ان فصل الشتاء، هو يعني احنا دايما فاهمين فصل الشتاء فصل الامطار وكده، لا طبعا فصل الشتاء برضو فيه فصل تقلبات جويه، وارد ان يكون في عواصف، وارد يكون في امطار، فده طبيعي جدا ما فيهوش اي مشاكل. احنا بنتاثر بمنخفض جوي موجود على البحر المتوسط بيأثر علينا برياح جنوبيه غربيه، فجنوبيه غربيه يعني معناه ان هي قادمه من الصحراء الغربيه، فطبيعي جدا رياح جنوبيه غربيه من الصحراء الغربيه نشطه يبقى هتؤدي لعواصف ترابيه، يعني هي حاجه ما فيهاش اي مشاكل. تمام. طب دكتوره، هل يعني الامر استدعي العواصف الترابيه تستدعي لاغلاق الطرق او ما الى ذلك، ولا الدنيا يعني مش مستدعيه هذا؟ هو امس لم يتم اغلاق طرق، لكن للاسف حصلت حوادث كثيره على الطرق وتم اغلاق العديد من المواني، يعني لان البحرين الاحمر المتوسط مضطربين جدا، فتم اغلاق ميناء السويس، ميناء الغردقه، ميناء بلطيم، ميناء راس البرولوس، راس صدر، كل المواني دي تم اغلاقها امس. هيستمر يعني اضطراب الملاحه البحريه على البحرين اليوم وحتى يوم الاربعاء ان شاء الله، وخصوصا البحر المتوسط بناكد عليه ان هو مضطرب جدا، ارتفاع الموج بيصل لاكثر من 4 أمتار، فأكيد يعني احنا بننصح كل الصيادين يبتعدوا عن عمليات الصيد والملاحة هذه الأيام وحتى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. بس موجة الطقس السيء دي دكتورة إيمان مش قصر على مصر بس، أعتقد في دول كتيرة في العالم بتجتاحها موجة من الطقس المختلف. ده فعلا حقيقي، يعني مثلا فلسطين على سبيل المثال عليها موجة طقس سيء، لبنان الأسبوع الماضي شهدت عاصفة ثلجية، في دول كتير بتجتاحها مدن طقس يعني موجة طقس سيء خلال هذه الأيام، لأن شهر يناير عموما على مستوى العالم هو أبرد شهور السنة، فده طبيعي جدا في هذا الوقت من العام. تمام. طب توقعات حضرتك لدرجات الحرارة يا دكتورة؟ بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة اليوم 17 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 16 درجة، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط 17 درجة، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وخليج وشلاتين 18 درجة مئوية. بنشكرك جزيل الشكر دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. هنطلع لمجموعة متنوعة من الأخبار، وهنبتدي بوزارة الإنتاج الحربي اللي كانت بتحتفل بالعيد بعيدها 64. الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد أن الوزارة بتسير بخطوات ثابتة وفق استراتيجية محددة بتهدف إلى تطوير كافة الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. ده بالفعل جه خلال احتفال الوزارة بعيدها 64، وفي أيضا أوضح محمد العصار دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم العمل على تطوير منظومة الموارد البشرية في كل الشركات التابعة للوزارة والوحدات، وأيضا إدخال أحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق. نتابع تفاصيل أكثر في تقريرنا التالي. بالأرقام والشرح المفصل وفي حفل كبير ضم وزير الإنتاج الحربي وعددا من قيادات الوزارة والعاملين بها، تم عرض إنجازات الوزارة خلال عام 2018. كل العاملين في الإنتاج الحربي بيبذلوا مجهود كبير جدا، بدليل أن الحمد لله احنا حققنا إنجازات كويسة، يعني حققنا المستهدف بنسبة 101% وبنسبة تطور عن السنة اللي فاتت 130%. احنا الحقيقة يعني بنشتغل في كل المجالات، يعني زي ما قلت كده احنا في الموضوعات الحربية والصناعات الحربية بنخطط لإنتاج معدات جديدة هنعلن عنها برضو لما تتم. الحفل لم يشمل فقط ورقة حساب الوزارة في العام الماضي، بل امتد ليشمل تكريم عددا من العاملين الحاليين ومن أنهوا عملهم بالوزارة. مثل حاجات كتير جدا الواحد يتكرم فهو موجود، وأنا بشكر طبعا معالي الوزير وسيد النائب
والسيد رئيس قطاع التنمية الإدارية السيد اللواء ياسر محمد ياسر واشكر جميع الزملاء. أنا سعيد جدا إن تم تكريمنا النهاردة ونتمنى إن شاء الله إن إحنا نبقى قد المسؤولية ونقدر ندي في الفترات القادمة أكتر للمؤسسة وأكتر للبلد. لم تقتصر إنجازات وزارة الإنتاج الحربية على خدمة الدور العسكري فقط، بل تؤدي حاليا دورا مهما في الخدمة المدنية لا سيما المشاريع القومية الكبرى. عمر حمزة، النيل. وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أعلنت أنه عام 2019 هذا العام الحالي هو عام مقدمي الرعاية الصحية أو الطبية. الوزيرة أكدت أن مفيش خدمة طبية بتقوم إلا مع على لا تنجح إلا بأيدي الأطباء في القطاع الصحي، وبالتالي هو عام الأطباء بالتركيز معهم سواء بالحوافز بمزيد من التدريب. خلينا نشوف في مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تدشين البوابة الإلكترونية لخدمة وتدريب العاملين في القطاع الصحي وتشكيل لجنة لدعم المستشفيات والمعاهد التعليمية في تدريب وتأهيل الأطباء مع إنشاء صندوق لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التعليم الطبي المستمر. توصيات مهمة خرج بها المجلس الأعلى للصحة في اجتماعه الأول. التوصيات اللي احنا خرجنا بها النهاردة، أول حاجة تأكيد على إعلان 2019 عام مقدم الرعاية الصحية. هنتيح لكل الأطباء العاملين في وزارة الصحة ابتداء من طبيب مقيم لغاية أخصائي سنويا فرصة تدريب شهر خارج مصر، يتعرف على ما وصل إليه العلم، يقف ويتعقم ويشتغل ويشوف الناس في المستشفيات في أوروبا وأمريكا واليابان بيعملوا إيه، والدولة هي اللي هتكفلها. الحاجة الثانية من تعليمات سيادة الرئيس إن وزارة الصحة ستتكفل بمصروفات حضور المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية اللي بالكريدت أورز اللي هتتيح لولادنا في وزارة الصحة الترخيص. الاهتمام الكبير جداً بالتدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء بحيث نضمن كوادر طبية تساهم في علاج وتشخيص الأمراض، فكان التركيز الكامل على وضع برامج واستراتيجيات قومية مهمة جدا لتعليم وتدريب الأطباء بصفة مستمرة لضمان جودة تقديم الخدمة الصحية. كما استعرض المجلس الأعلى للصحة موضوعات مهمة منها تعديل منظومة القوانين الصحية لتتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وضرورة الانتهاء من قانوني جهاز الصحة والدواء مع توفير الأجواء المناخية لتطوير المنظومة الصحية في مصر. سوف يتم تقديم مشروع لتقديمه كقانون للمجلس الأعلى للدواء أو هيئة الدواء المصرية، وهذه الهيئة هي هتبقى المنظم في سوق الدواء في مصر إن شاء الله. المقترح إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية الذي يشمل تحت عباءته كل متخصصي الفريق الصحي أو كل أعضاء الفريق الصحي، يؤمن لهم المسار الوظيفي ويؤمن لهم أيضا المسار التعليمي والتدريبي والمهاري. دعوة المجلس الأعلى للصحة بضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري باعتباره المحور الأساسي في المنظومة الصحية خطط مهمة ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر. محمد حلمي، النيل. نصيبا مفروضة، دي أولى رسائل الحملة اللي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، ودي بتهدف للتعريف بالميراث وأحكامه في الإسلام وبعض أشكال الظلم اللي بيتعرض ليها بعض الورثة وطبعا بالأخص النساء نتيجة للعادات والتقاليد، ويمكن ده بنشوفه في كتير من أماكن الصعيد وبعض الدول اللي حتى في وجه بحري، يعني نفس المشكلة يعني. طبعا الحملة بتسلط الضوء تحديدا على بعض المظاهر القبلية والعادات والتقاليد زي ما قال محمد، اللي بتحرم المرأة من حقها الشرعي في الميراث مع توضيح أنصبة المرأة في حالات الميراث المختلفة، وكذلك بيان الحكمة من الميراث والعلة من تقسيم التركة زي ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وأيضا بتتناول الحملة عدة جوانب بيغفل عنها البعض في توزيع التركة، وأيضا بعض الجوانب المهمة اللي بتخص الموروث والمورث والوارث، وذلك عبر عدة فيديوهات قصيرة بيتم نشرها عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. إطلاق هذه الحملة مشاهدينا بيأتي في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير، وأيضا البحث عن حلول ناجحة وواقعية لأي مشكلة مجتمعية.
اعتقد دي مشكله كبيره قوي وحمله طبعًا. ان شاء الله حمله موفقه لانه الموضوع ده في جدل كتير في الفتره اللي فاتت، فكان محتاج انه الازهر يتدخل بشكل رسمي ويوضح احكام القران والهدف من هذه الاحكام والحكمه منها. صحيح صحيح. نطلع بتاعي نطلع مدرسه بيبر الياس في وادي البقاع اللبناني. هنروح بقى للبنان. هذه المدرسه بيستطيع فيها التلاميذ السوريون مواصله الدراسه دون اي معوقات او عرقله، لانه في الوقت اللي ضربت فيه عاصفه شديدة لبنان زي ما سمعنا كده من دكتورة إيمان شاكر، برضو موجة الطقس السيء بتجتاح عدد كبير من الدول العربية وأيضا الأجنبية، ففي لبنان كان في موجة من الطقس يعني شديد السوء، وبرغم كده كانت الدراسة مستمرة في هذه المدرسة ونجت أيضا حجرات الدراسة من الرياح والأمطار. زي ما احنا شايفين في الصورة داخل المدرسة بتوجد وحدات محمولة تعرف باسم غطاء والتي يمكنها تحمل الطقس السيء. وحدات غطاء هي نتيجة لمشروع تقوده مؤسسة التعليم فوق الجميع في بيروت اللي بتساعد في تحسين التعليم للضعفاء والمهمشين، ويستطيع شخصان تجميع الهياكل التي تبلغ مساحتها 20 متر مربع في غضون 6 ساعات تقريبا، ويمكن بعد ذلك تفكيك الوحدات في أقل من 3 ساعات لإعادة التجميع في مكان آخر في وقت لاحق. من المتوقع أن تستمر هذه الفصول الدراسية المتنقلة من 10 إلى 15 عام، وبيستخدم بعضها كملاجئ للاجئين خلال العاصفة، وبينما استمرت الدروس في أماكن أخرى حسب الخطة الموضوعة. يمكن أحوال سيئة بيعيش فيها، بتشوف الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحوال اللي بيعيش فيها اللاجئين على الحدود. يمكن نقول هنا ان في مصر اي حد من السوريين مش هنسميهم لاجئين، هم عايشين وسطينا يعني. صحيح، هم الشعب مختلفة المصري عنها. اخوه لينا طبعا يعني، وفعلا وجودهم مختلف ومرحب بيهم في كل الاماكن وفي كل حتى الانشطه التجاريه الموجوده في مصر. ما احنا اسفين بس ده هذا الفارق لابد من ذكره يعني. في اغادير جنوب غربي المغرب اعلنت الالعاب الناريه بدايه عام الامازيج الجديد 2969، هو ده العام الأمازيجي واللي بيطلق عليه اسم يناير. يناير هو الاسم اللي بيعرف به أول يوم من التقويم الزراعي اللي بيستخدمه الأمازيغ في أنحاء إفريقيا وكذلك في بلدان الساحل الإفريقي زي مالي والنايجر وتشاد. أمازيغ هي كلمة بيعتقد أنه معناها الشعب الحر أو النبلاء، وبتعود أصوله كشعب يقطن بشمال إفريقيا إلى 10,000 عام قبل الميلاد على الأقل. وفي كل من ليبيا وتونس شهد الأمازيغ تحسن هائل في ظروفهم المعيشية، وكمان كان في حقوق ليهم أصبح معترف بها بشكل كامل، وبيجدوا كذلك تشجيع لإعلان هويتهم على الملأ دون أي يعني مشاكل يعني. ثقافة الأمازيغ بيتم الاحتفاء بها والاحتفال بها اليوم، وبيكون في أيضا عرض أزياء في أغادير احتفالا بعيد الأمازيغ. تقويم مختلف. هنروح للولايات المتحدة الأمريكية. العالم كله الآن طبعا بيتجه إلى ابتكار الأجهزة اللي بتستخدم الطاقة الدائمة أو الطاقة النظيفة والمتجددة زي الطاقة الشمسية وأيضا طاقة الرياح والمياه، وكان في مؤتمر للأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة. قدمت فيه إحدى الشركات فرن للطبخ بيعمل بالطاقة الشمسية، وبالتالي بيعود للطبيعة وبيستخدم طاقة نظيفة وغير مكلفة أيضا. يعني لو حضرتك حبيت تعمل خضروات على الفرن دوت، هتاخد طهي الخضروات هياخد وقت 45 دقيقة، لكن اللحوم هتاخد وقت أطول هتصل إلى الساعة. الفرن مش مشكلة براحتها، بس المهم إن هي طاقة نظيفة ودائمة. مش ينفع مع الست المصرية العاملة. لا مش مشكلة عادي، وبرضه مش مكلفة يعني، فتستوي براحتها. الست المصرية اللي هي بتشتغل بالذات عايزة ربع ساعة تكون عاملة الأكل كله. مش هينفعها الفرن ده يا شايفين. هو الفرن زي ما احنا شايفين بيستخدم عواكس بيتم استخدامها لامتصاص الطاقة الشمسية للطهي، والفرن تم تصميمه ليكفي طعام لستة أفراد. جميل قوي كمان يعني، بس مش هتقعد ساعة جنب الأكل عم مشكلة نقعد ساعة نفضي نفسنا، المهم إن تبقى الطاقة نظيفة. تمام. إحدى شركات التكنولوجيا كشفت عن دمية صديقة للأطفال تدعى ووبو، بيمكنها سماع حديث الأطفال والإجابة على أسئلتهم مثل
يعني على سبيل المثال لماذا السماء زرقاء؟ بتقول لو الدنيا دي جت انها هيجننوها. ودي اسئله طبعا دي يعني اسئله بسيطه. احنا عندنا برضو الاطفال المصريين اذكياء وبيسالوا اسئله يعني اصعب من كده بكتير. الدميه التكنولوجيه دي ابتكرتها احدى الشركات علشان تكون رفيق خاص بالاطفال، والمنازل مملوءه طبعا بالادوات التكنولوجيه الغير مناسبه للاطفال، ولكن هذه الدميه على العكس تم تصميمها لتظهر على شاشتها اجابات اسئله الاطفال، وهي ايضا يمكن للأطفال إن هم يلعبوا عليها بعض الألعاب اللي بتساعد على تنمية عقلهم. تعتبر مثل هذه الألعاب طبعا أمنة جدا، لأنها في حال سأل الطفل سؤال غريب، سأل مثلا حد من والديه، أو سأل طفل آخر أو صديق له، هتجيب الدمية بأنه لابد من مساعدة الكبار للإجابة على هذا التساؤل. كده مشاهدينا بهذه الدمية الذكية والمفيدة نكون وصلنا معاكم لختام جولتنا الإخبارية في هذا الصباح. ياسمين القفاص بعد الفاصل وأبرز الأخبار الرياضية.